اللي كنقوموا بها احتجاجا على تمادي الحكومه في التجاهل ديالها لعدم الزياده في المعاشات، حيث التزمت هذه الحكومه بالزياده في المعاشات في الحوار الاجتماعي وتم التملص من الاتفاقيات اللي حنا دايرين. هذا هو الاحتجاج ديالنا. اولا المتقاعدين داروا فيهم واحد الفرق، كاين فئه خاضت اللي خرجت 2019 وقبل عطاوها 5%، والفئه اللي خرجت 2020 21 22 ما استفدت شيء. اضافه على هذه ان عندنا الارامل كيخرجوا المعاش ديال الرجال ديالهم ديال الازواج ديالهم كيعطيوهم النص ديالو، الراجل ما قدرش تعيش بذاك 100% ديال راجلها، كينقصوا ليها منه وكتعيش واحد كيعيشوا الارامل فواحد الحاله مزريه في الوقت اللي حنا كنقولوا بانه حنا المغرب عندنا الدستور ديالنا اللي كيدير المواساه بين المراه والرجل، وفي هذا الاطار هذا ما كاينش ما كاينش مساواه، لانه الناس كيضيعوا في الحقوق ديالهم وما كاينش اللي كيجاوب، والحكومه بعيده كل البعد من الوضعيه ديال خاصه المتقاعدين. المتقاعدين هي الفئه الوحيده في هذا المغرب هي اللي محقوره، وهذا الشيء اللي كيقوموا به دول اخرى كفرنسا وكيدافعوا الحقوق، الا حنا وطنيين اكثر منهم. حنا اللي حررنا البلاد، حنا اللي جبنا استقلال هذه البلاد كطبقه عامله ولا زال كناضلوا، وحنا اللي وقفنا هذه البلاد، وحنا هما اليد العامله. هذو كلهم هما اللي وصلوا لفين ما وصلت ليه المغرب الحمد لله. ولكن ما يقدرش الانسان يتلاحوا في الاخر يخرجوا المتقاعدين في واحد الحاله مزريه في وضعيه وتا واحد ما كيتصنت لهم. واخر الحكومه كتجتمع وكتقرر وتتفق مع المنظمه ديال الاتحاد المغربي للشغل وتتم التراجع على الاتفاقيه اللي اتفقت عليها، وهادشي ما كنقبلوش. وحنا مستعدين كمتقاعدين، صبرنا 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 باش ندافعوا على الوضعيه ديال الهشه اللي كيعيشها المتقاعد. هذا اللي بنى البلاد في الاخر كيتلاع على برا. كنتمتعوا بهذا التقاعد ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن يا اخي تقاعد هزيل مقارنه مع واحد العدد ديال التقاعدات. البلافون يعني السقف الاعلى وهي 4200 درهم، كاين اللي كياخذ 4200، كاين اللي ياخذ 4400، خا يكون الانسان موظف ساميك هذا هو السقف. بينما كاينين الناس اللي خرجوا في 2019 فما قبل استافدوا واحد الزياده 5%، الناس خرجوا من 2019 الى يومنا هذا ما استافدوش من هذه الزياده، لماذا؟ هذا سؤال مطروح. اكثر من هذا، هذا الصندوق ديال الضمان الاجتماعي هذه مدخرات ديال الاجير اثناء العمل ديالو والمشغل اي لو باترون، هاد المدخرات كتبقى ما كتستمرش لصالح المتقاعد، الدوله كتبقى كرقيب تراقب هاد المدخرات، ولكن المتقاعد ما كيستافدش من هاد الاموال اللي هي باهظه كتعطى من الصندوق الوطني للجمعيه. مثلا كتعطى للصندوق ديال التدبير كيدير واحد عدد المشاريع بواحد الفائده هزيله، خاص ديك الفائده على الاقل ترجع للمتقاعد يستافد. حنا تسنينا تقريبا واحد 20 سنه زادنا 5%، 5% بالنسبه للي عنده الاجر متوسط عنده 100 درهم، و100 درهم نظرا للغلاء الفاحش ديال الاسعار حاليا واش غتلبي الحاجيات ديال الانسان ديال المتقاعد. بينما هذا المتقاعد ملي كيحل التقاعد راه كيبقى في غير الامراض، ها مرض السكري، ها الضغط الدموي، ها المجره، ما كيبقاش حتى باش كيتعالج. اكثر من هذا، حين كيتوفى هذا المتقاعد كتبقى الارمله وهذيك الطامه الكبرى تستفيد من 50% ديال التقاعد. الكل اللي عنده التقاعد عنده 1000 درهم كيموت كتاخذ المراه 500 درهم، بالله عليك 500 درهم تلبي الحاجيات؟ انا اتكلم هنا باسم المتقاعدين بصفه عامه والمتقاعدين النقل الحضري بصفه خاصه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. باختصار حنا المتقاعد هاد الناس الله كيطلبوا منا كل عام شهاده الحياه كيتسنوا عيمتى نموتوا، بينما المتقاعد الاجنبي كيجينا كما قلوا دائما واحد عدد المنابر كتوفر واحد عدد الخدمات، التطبيب بالمجان، السفريات واحد العدد،
والمتقاعد هنا في هذا البلد مهمش. لماذا بالامس الدوله عطات زياده للناس اللي داروا احتجاج حقهم هذاك؟ الله يعاونهم. وهذا المتقاعد حنا اين نحن من هذا؟ لماذا بدارعه على انه تقول لك الدوله مثلا حنا درنا الميزانيه ديال درنا الميزانيه ديال 2023 ولا 2024 وكيفاش عطيت لهاد الناس زعما اللي داروا قد حيت استافدوا من جاتكم هاد الفلوس؟ اذا الفلوس موجوده وهاد راه اموال ديالنا حنا اللي ساهمنا. الدوله ما عندها حتى شي نصيب هادي الا تراقب. لهذا من هنا اطالب باش جميع المتقاعدين الدوله ترد كلاش مع الممثلين ديال الامه وتعطي للمتقاعد حقه، ونطالب بزياده تليق بالمتقاعد 5% 5% لا تساوي. احنا كمتقاعدين راه خصنا زياده تليق بالمتقاعد. من هنا اتكلم دائما باسم المنظمه وسندافع حقنا، ومن هنا لازلنا عندنا محطات نضاليه حتى ناخذوا حقنا ومضى حق وراه مطالب وكيبقى. وحنا عندنا واحد المشكل كما قلنا في هذه المنابر بالنسبه للمعتقدين، حنا كمتقاعدين هاد الناس راه مشونا، حنا كنتسناو هاد الناس باقي ما داروا معنا والو. راه حنا التجنا للمنظمه ديالنا اللي غتاخذ بيدنا حتى ناخذوا حقنا.